إذن وقعت سلطات كردستان في المحظور، وحقق الدستور نقطة قوية. فقبل ساعات قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية تمديد عمل برلمان الإقليم، وحسمت الجدل المستمر والممتد من الشهر العاشر من العام الماضي. واعتبرت المحكمة وبناء على الدستور الدورة الخامسة لبرلمان كردستان منتهية، وكل ما صدر بعد التمديد باطل دستوريا. وهذا القرار النهائي ينطينا تصور عن قدرة المحكمة الاتحادية على تثبيت الحدود الدستورية للمؤسسات العراقية على كل رقعته الجغرافية، وأنهت فرضية أن يعتبر إقرار التمديد لبرلمان كردستان في المستقبل ورقة يمكن اللعب بها في بغداد. ومو بعيد هاي تصير سنينة ممكن تنعاد بظل الخلافات السياسية الهائجة حتى بهدوءها المقلق. القصة تبدأ من اشتداد الخلافات بين القوى السياسية في الإقليم، وعلى رأسها طرفي الصراع الدائم، حزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني. وبيوم 9 بالشهر العاشر من العام الماضي صوت برلمان الإقليم على تمديد الدورة الحالية، وهي الدورة الخامسة. لكن المعادلة القطبية الثنائية تغيرت، والطرف الثالث اللي هم المعارضة الصاعدة في الإقليم قدمت الدعوة وضربت شرعية التمديد. وبهذا فإن القرارات الصادرة من برلمان الإقليم بعد التمديد صارت في عداد الملغية، ومنها إلغاء استقالات النواب وأداء اليمين للنواب البدلاء، والضربة الأخرى والأهم إلغاء إعادة تفعيل مفوضية الانتخابات في الإقليم، المفوضية اللي تفعلت بعد معركة الأيدي اللي صارت في برلمان الإقليم مؤخرا. وأبعد من هذا التداعيات توصل للحكومة، فمع بطلان شرعية البرلمان صارت حكومة كاك مسرور برزاني حكومة تصريف أعمال، وصار من الحتمي والإجباري اتفاق الحزبين البارتي واليكتي والأحزاب الكردستانية الأخرى على تحديد موعد انتخابات جديد والقبول بمفوضية الانتخابات الاتحادية لإجراء الانتخابات. ليش؟ لأن ماكو برلمان بكردستان ينتخب أو يفعل مفوضية جديدة. أبرز خلافات الحزبين الحاكمين لكردستان الدور حول الحجم النيابي والتنفيذي لكل منهما، وتتفرع لمساحات نفوذ وصلاحيات وطريقة إدارة الإقليم. أما من الأسفل فالمعارضة الصاعدة تواصل الضغط ضد هاتين الجبهتين. وإذا كان قرار المحكمة الاتحادية اليوم يعطل البرلمان، فهذا راح يجعل حزب الاتحاد والمعارضة اللي كسبت قضية بطلان تمديد البرلمان راح يجعلهم يهرولون للتفاهم مع الحزب الديمقراطي لإجراء الانتخابات. ليش؟ لأن القرار في الظاهر قد يبدو ضد البارتي، لكن في الواقع الانتخابات ستجري وفق القانون القديم اللي يخدم مصلحة البارتي، البارتي اللي بقى وحيداً في سلطة غير مراقبة نيابيا، وأمام ملفات كردية عظمى وبعثرة راح تجبر مثل ما أجبر قرار الاتحادية اليوم كل الأطراف الكردية على الجلوس حول طاولة المفاوضات قريبا جدا.